شرفنا اليوم باستقبالنا من قبل السيد رئيس الجمهورية. كانت فرصة للحديث في عديد المواضيع الهامة والهامة جدا، في مقدمتها المصادقة يوم أمس على القانون، على تنقيح القانون الانتخابي وما يتطلبه ذلك من أعباء إضافية على القضاء الإداري، وكذلك الدور اللي بيشتلعبه محكمة المحاسبات في إجراء الرقابة على الحملات الانتخابية. شرحنا للسيد الرئيس أهمية دور المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية وفي إنجاح مسار الانتخابي في مستوى هذه النزاعات، كذلك أهمية الدور اللي بيشقوم به محكمة المحاسبات في إجراء الرقابة على الحملات الانتخابية، وأنه دور القضاء أساسي ورئيسي في ضمان نزاهة وشفافية ومصداقية العملية الانتخابية، وأن هذا الدور الاستثنائي اللي بيشتجند له كل طاقات المحكمة الإدارية وإطارها القضائي والإداري، وكذلك طاقات محكمة المحاسبات وإطارها القضائي والإداري، تحتاج إلى دعم من قبل أجهزة الدولة، دعم لميزانية هاتين المؤسستين العريقتين، وكذلك بتمتيع قضاتها على المجهود الاستثنائي اللي باش يقوموا به بمنح خصوصية تتماشى وحجم العمل اللي باش يوكل لهم، خاصة أنه سيعملون ليلا نهارا في أيام السبت وأيام الأحد كما تم المصادق عليها في القانون يوم أمس. كانت كذلك فرصة للحديث حول الحركة القضائية والتأخير اللي شهدته نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي خلال السنة السابقة والسنة التي قبلها، وطالبنا في أنه يقع التسريع بنشر الحركة القضائية ضمانا لاستقرار أوضاع القضاة وضمانا كذلك لتمكينهم من حقهم في الطعن في هذه الحركة القضائية والمنازعة فيها في صورة مساسها بحقوقهم. هناك كذلك في هذا اللقاء تم التداول في بعض النقاط والمواضيع اللي تم التداول فيهم مع الرئيس الراحل رحمه الله الأستاذ الباجي قايد السبسي، أساسا تداوي القضاة بالمستشفى العسكري وتمتيع السادة القضاة بالجواز السفر الدبلوماسي. شرحنا للسيد الرئيس الصعوبات اللي تعرضوا لها القضاة في حين يتعرضون معناها إلى أزمات صحية وعدم إمكانية مجابهة تلك الأزمات بطاقاتهم المادية الشخصية، كذلك تعرضنا مع سيادته إلى الصعوبات اللي يلقاوها القضاة حين يسافرون ويغادرون تراب الجمهورية لتمثيل الدولة التونسية أو لقضاء بعض شؤونهم، وهناك إشكاليات في حصولهم على تأشيرة المغادرة خارج أرض الوطن. سيادته كان مستمع جيد لكل المحاور اللي داولنا فيهم، وعد من جانبه في أنه سيتدخل بالاتصال بجميع الأطراف المدخلة سواء في المسار الانتخابي أو كذلك في الطلبات اللي تقدمنا بهم، وقال أنه سيتوجه إلى مؤسسات الدولة وسيلعب دور إيجابي في تذليل كل الصعوبات وإيجاد الحلول الملائمة لها في كل الملفات التي تم التداول فيها مع سيادته. كانت جلسة متميزة، نأمل بطبيعة الحال بعد هذه الجلسة أنه هناك إشارات إيجابية ستوجه من رئاسة الجمهورية إلى جميع قضاة تونس حتى ترفع من معنوياتهم وتحثهم على مزيد العطاء ومزيد البذل لإنجاح كل هذه المحطات التاريخية التي تمر بها بلادنا في هذا الظرف الخاص.